استنادا الى قانون السلطه القضائيه رقم 1 لسنه 2002 ميلاديه ماده 64 بند رقم 2 والذي ينص على ان يؤدي النائب العام اليمين امام رئيس السلطه الوطنيه الفلسطينيه. وعطفا على قرار رئيس دوله فلسطين رئيس اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه رئيس السلطه الوطنيه الفلسطينيه رقم بلا لسنه 2012 الصادر في رام الله بتاريخ 20/11/2012 القاضي بتعيين السيد محمد عبد الغني عبد الرازق عبد الخالق العويوي نائبا عاما لدوله فلسطين. تقدم السيد محمد عبد الغني العويوي لاداء اليمين امام السيد الرئيس حفظه الله. اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان اقوم بواجباتي بامانه واخلاص.